ومن جانبه أعرب الرئيس الروسي بوتين عن شكره لرئيس الإمارات على جهوده لمساعدته في الإفراج عن الأسرى في أوكرانيا. وأكد بوتين عمق العلاقات بين موسكو وأبو ظبي على كافة مستويات التعاون. في بداية كلمتنا أود أن أشكر جهودكم على حلحلة المسائل الإنسانية خلال الأحداث، سواء في الأزمة الأوكرانية من خلال تبادل الأسرى.